صوتك. مالك؟ الله يا عبد الله. ما هو غري صافي. ما هو وردة؟ نايا عمر وشادين، وهذه نحيلة، طوموبيلة اللي كنعيشوا فيها وكنجولوا بها القارة ديالنا إفريقيا لمدة عام ابتداء من المغرب. إلا بغيتوا تتبعوا معنا المغامرة ديالنا، تابوناو لاشين جوالا أوفرلان واكتيفيو الجرس، وما تنساوش تابعونا في الكونت ديالنا انستغرام. هيلو هيلو، مرحبا بكم معنا فيديو جديدة مع جوالا أوفرلان. هاد لا فيديو هادي غنهضروا لكم على واحد البلاد صغيور بزاف في الوسط ديال افريقيا، كيقولوا ليه the heart of Africa، يعني القلب ديال افريقيا. هاد البلاد اللي هو البوروندي، ويمكننا نعرفه كذلك بانه افقر بلد في العالم، ماشي غير في افريقيا، في العالم. دونك قلنا علاش ما نمشيو نشوفوا هاد البلاد اللي ما كنسمعوش ليه بزاف، كاين اللي كيسحب له خاطر، كاين كيقول فيه الحرب، المهم كاين بزاف ديال الافكار مسبقه على هاد البلاد صغيور، وقلنا نمشيو نشوفوه ونكتشفوه جميع. فعلا ما كناش عارفين شنو ننتظروا من هاد البلاد، ولكن ملي دخلنا لها الناس كانوا ظريفين بزاف، كيشيروا لينا، كيشوفونا بواحد الاستعجاب وواحد الامرفيمون، يمكن تبع النحيله حتى هي تبارك الله عليها مع الباسبا اين ابيرسي. دونك كنشوف انه كاين واحد لانتيراكسيون كبيره مع الناس، كاين كذلك واحد الكثافه سكانيه كبيره، دونك كاين الناس بارتو، خصوصا الدراري الصغار بزاف بزاف في هاد البلاد. فيما كنوقف شي بلاصه كيتجمعوا لينا الناس، فريمون كيدور علينا الفيلاج كامل ولا المدينه كامله بواحد الشكل فريمون عجيب وغريب. وهاد البلاد هادي كيهضروا بالفرنسي لانهم كانوا مستعمرين ببلجيكا، ولكن ما كيهضروا بالفرنسي غير في العاصمه. وحنا دخلنا من تنزانيا من الجنوب، حتى واحد ما كيهضر لا بالفرنسي لا بالانجلي، كيهضروا بالكيروندي اللي هي اللغه ديالهم الرسميه. فلا كومونيكاسيون كانت شويه صعيبه، ولكن الناس ظريفين، دونك سا باس، الفيلينغ كيدوز. كما قلت لكم البوروندي معروف بانه افقر بلد في العالم، فريمون هو الاخر من ناحيه الدخل الخام ديال البلاد، يعني من ناحيه لا ريشيس ديال البلاد، شحال كيصنعوا ولا شحال كيخرجوا ديال الثروات. ولكن هو بلاد اللي هو غني بزاف من ناحيه الطبيعه، من ناحيه المواد الخام، بزاف ديال الاحجار اللي هما فريمون غاليين، ولكن للاسف بانهم ماشي مستورين صناعيا كما بزاف البلدان الافريقيه، فكيصدروا داكشي خام، وكتشوف ان مساكن الناس عايشين ببساطه جدا، والحياه ماشي سهله على بزاف بزاف ديال الناس هنايا. ولكن عاوتاني نقدر نقول انه نفس الشيء بالنسبه لبزاف ديال البلدان الافريقيه، الا مصنفاش من افقر البلدان بحال نيجيريا، اغنى بلد افريقي هو نيجيريا، ولكن ملي كتجي تشوف ارض الواقع مساكن الناس مكرفصه، بزاف ديال الحوايج ماشي تلهيه، بزاف ديال الفقر، بزاف ديال البطاله، كتشوف انه كاين مفارقه ما بين الحقيقه وشنو كتلقى في ويكيبيديا ولا في انترنت. كتشوف العيالات مساكن بيبي ديالها في ظهرها هذا فوق راسها تيسطل ولا الخشب ولا، وهادشي كتشوفو تقريبا جميع البلدان الافريقيه اللي دزنا عليها. بون دخلنا البوروندي ما كانش عندنا الماف ريزرفوار، دونك كنا كنقلبوا فين نعمرو، بيان سور باش نكومونيكيو كان شويه صعيب، ولكن الماء سهل تقولوا. شفنا واحد السيده كتبيع الخضرة وحدها واحد روبيني، مشينا نعمرو من عندها البيدو، بيان سور ظرف 20 ثانيه الفيلاج كامل تجمع علينا. خليكم تشوفوا. يلا اجي اجي عمرو. معنا علينا الزقه ديال الفيلاج كامل. توا بقات عندي شي حمام. عرفتيني دخلنا البوروندي وهما ما تعرفوش حدا سميتها، ولكن عرفتي كيجي ما تعرفوش حدا سميتها لانتيميتي، داك البيريمتر لانتيميتي. دخلنا المدينه الاولى ليسباس بيرسونيل، تيجي كيدير فيك بحال هكا. المدينه الاولى الموت ديال تاع مدينه، بقينا كندورو كندورو وداي بانكا ما لقيناهاش، كلشي ساقينا الخبار مشينا البانكا. ولو كيجيو عندنا في الزنقه تيقولنا تبعونا نديكم البانكا، سي با تخي سي با تخي سيكوريزون. ما كانش فكره نايره نسولو عليها البانكا. نعطيهم شي 2000 اللي كيبروا
الماء تاع الماء كسخوي قريب. هو هذا صافي هذا خلاص جمع لي الطوار كامل قاموا يا شيخ عليكم نحتاج بينكم خاصة نطلقوا عليهم تامبو تفاجئنا بزاف الطبيعه ديال البوروندي الجبال ديالها الخضوره ديالها بواحد الشكل رائع خصوصا دابا جينا في الاخر ديال لا سيزون دو بلوي يعني فاش كطيح لهم الشتاء وداكشي وسالت الشتاء دونك كتشوف الخضوره كبيره تبارك الله عندهم الجبال عندهم الويديان عندهم واحد الشلالات فريمون الطبيعه ديالهم واعره وعندهم لاك تونغانيكا البحيره ديال تونغانيكا اللي هي من اكبر البحيرات في افريقيا وجزء منها كاين في البوروندي مشينا نباتوا حدا هذه البحيره واحد الليله بيان سور ديما مع الناس اوتور ولكن ولفنا هذه عندي انا وبقينا طالعين 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 صافي وصلنا السحاب وصلنا السحاب هذا هو فين باغي تطلع السما هي هذه عرفتي فريمون طالعين طلعوا كاين المناظر واه ما شاء الله واه عرفتي الدرون دي شارجي تي واحد المناظر وري وري واش يبان لك شنو يبان شنو حاجه لاحظناها ملي دخلنا البوروندي كاع البنات والعيالات دايرين واحد كوب غارسون وكاريه شويه من الجناب ما شفناش الراستات ولا البيروكات بحال في البلدان الاخرين من غير في العاصمه فين كاينين البنات والعيالات كيديروا الراستا والبيروك هادي جاتنا غريبه لان في كاع البلدان الاخرين كلشي تقريبا كيدير راستا واخا هذيك الراستا صغيره المهم هادي ملاحظه لاحظناها جاتنا غريبه ومختلفه يمكن لان ما عندهمش الامكانيات بزاف السلام عليكم حنايا دابا في البوروندي في واحد البارك ناسيونال فين غادي نمشيو نشوفو لي شامبانزي غادي نمشيو نديرو تريك هادي 6 الصباح كيتسناونا لي غيد باش يمشيو معنا شدينا اوتيل حنا في واحد بيتي مدينه فيلاج ما عرفناش ما لقيناش فين نباتو كامبينغ وداكشي مي واحد الاوتيل زوين وليت كنا بغينا نديرو واحد لا دوش وداكشي اوتيل ب 150 درهم جانا شويه غالي
ولكن صح فاش دخلنا شومبر واعره، الفراش واعر فواعر المهم زعما مزيان، الدوش سخون دونك نعسنا العسه زوينه، وكاين تيراس الجامبو باش يجلس ويخرج للجردة وداكشي. دونك حنا كنجمعو الساكادو ديال الكاميرات وغادي نمشيو، نتمناو ان شاء الله نشوفو لي شامبونزي. يلا نمشيو نشوفو. بون الغابة كثيفة دونك معرفناش كي غيكون الجو، البرد هنا كاين جبال دونك خرجنا تيراس وداكشي. جامبو بغا يلعب، جبد اللحمة ديالو. سمح لينا سمح لينا ما نقدروش ندوك، ممنوع يمشي للبارك ناسيونال. تقدري تدخل شي مرة تقدري تدخل وخطر ليه القرود يقدرو يجيو ليه هاديك. سمحي لنا تخلعو عليك واحد ساعتين. شو هو باغي يلعب كيجيب لنا اللعبة زعما. لا لا جامبو دخل، اجي اجي جامبو دخل 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 هنا جامبو. سمح لينا حنا راجعين. انت ليش الهبوبة ديك ما غادي يخرج الحرام تما؟ لا ما يقدرش يخرج، ديك الكريشات تبارك الله كلها ربطو ولا لا؟ لا ما يقدرش يخرج، كون يقدر يخرج كون خرج كل يوم ساعتين ونرجع ان شاء الله. كيشوف فيا ما تشوفش فيا بحال هكذا. بس خد خرج صافي ربطو. قرب لي الماء ديالو تما، دير لي الماء تما. On savait pas que c'était un pays montagneux, Burundi. كتمشاو في البارك شفنا بزاف ديال الرجال والعيالات مساكن هازين السلعه فوق راسهم وجايين من الفيلاج اللي مورا البارك باش يمشيو للمدينه ويبيعوا السلعه ديالهم. كيديروا هاد الطريق يوميا صباح بالسلعه ويرجعوا مساكن في الاخر ديال النهار. وكاين مسكين كيدير حفيان ولا لابس نظاره ديال الصبع، الله يحسن العوان مساكن. حنا طلعوا له تسخفاتنا بزاف.
نسيوها بطاطي اين انت ما عييتي شكون اللي بغى يكسب اوا دابا ضربنا 5 كيلومتر كالك كنتسناو يعيطونا باش نشوفو الشامبونزي تقربوا يلقاوه نجلسوا نرتاحوا على تنبقاو واقفين اون فيت كيمشي واحد السيد دابا حنا مشينا مع الساعه الصباح وكيمشي واحد السيد مع 3 الصباح كيمشي يقلب على لي شامبونزي باش يتراكيهم ومن بعد كيعيطوا لهم المهم هاد لا سيزون ديال الشتا ماشي هي احسن سيزون باش تشوفهم يعني ما كيتخباو في الغابه لانه ما كيبقاش الفخوي في الغابه وكيبعدوا كيمشيو يدخلوا لداخل دونك راه نتمنوا اننا نشوفو شفنا تقريدات شفنا واحد الطيور وداكشي والمناظر فريمون زوينه صافي حنا كنرتاحوا شويه هما قالوا لهم راه سمعوا تابعينهم حنا سمعنا الصوت حنا سمعنا الصوت ديالهم واش حيت مره كتعيط دونك خصنا نخرجوا دابا في الغابه حنا تابعين يا ربي نشوفو يا ربي الناس اللي رجعوا ابارامون لقاهم هذاك الجو لا انا نلقاو بلاصتهم نشوفهم دابا لقاوهم راهم معاهم خصنا نشربيو قلنا قلو الرأي وتحركو وهم قالو لنا كاينين دفا ما يبلي بيبي ديالهم دابا جينيال ان شاء الله نخلطو ونصورو حتى سامونتا عطيتو الساك عييت شادين بقات اللور مع قيد اخر حيت لا فونيتر فريمون صغيره باش نشوفوهم وقالت لي غير نمشي نشوفهم انا وما يخلطوا علينا جو سي مي بوت حنا غادي نشدوهم ولا لا دونك اون غنشوفو بعدنا بزاف على شادين و انا ما كنشوفهمش مزيان مع الغابه كثيفه شفت واحد الوجه بعيد الكاميرا ما كتبين والو الكوبرا ما كتبين والو شادين مازال بعيده عيطوا لها في التليفون عيطوا لاخر في التليفون مازالين بعاد حنا عاوتاني شفناهم
نسمعوا كي بغيتو. Prête les choquants, pas grave. Bon. Quoi qu'il va de là. C'est pas évident, hein. Allez. يعني كنشوفهم كنشوف غير اللور ديالهم دونك باش تخطى علينا شي حاجه نشدهم امبوسيبل فريمون كتشوفهم دو لوان اي سي نورمال الحيوانات بغيت وحشه غادي نطفي الكاميرا دابا حتى قربنا لهم هكا كتشوفهم هادشي هادي نرجعات عاودت خلطات علينا شوف هنا كضرب كضرب الشميشة هاد الورد مع فيت الغباء تالمون دونس كو هانتوما مثلا شوفو هاد الشجر هذا بحال عالي هاد الشجر بحال عالي كيوصل تيبقى تيطول يطول يطول باش تيقلب على الشمس واي بلاصه كتكون فيها الشمس بحال هكا كتوصلها كتلقى فيها الورد ولا كتلقى فيها دي فخي ولا والبلايص اللي كتلقاهم مظلمين بحال هكا كتلقى العدرشة كتلقى لي في دي لي زارب ما كيتديكومبوزاوش كتلقى الموزيسور صافا ها صافا كانت بحال هكا الامازون لا ها لا تقطع ils ont encore retrouvé les traces de les chimpanzés donc les pisteurs sont prenants وحنا راجعين بشويه علينا الفيلاج دونك دابا غادي نجمع الكاميرا باش نقد ما نطيحش
مالك؟ موري صافي. نعود وردة؟ نعرفها. للأسف ما شفناش لي شامبانزي اللي كنا بغينا نشوفو. عمر شافهم من بعيد ما قدرش يصورهم، ولكن جا داكشي امبرسيونون. نتمنى اننا نقدروا نشوفو بلاد اخرى، ولكن غير هذيك الدوزه غير هذيك المشيه في هذيك الغابه الكثيفه، لان غابه استوائيه مع البوروندي جا قريب ليكواتور، كانت مغامره كبيره وصراحه عجبنا الحال. واخا بقاو فينا لي كوباتور يومين من بعد، ولكن معليش. لا فيديو ديال اليوم سالت، نتمنى انها تكون عجبتكم. شو المشاغب شو المشاغب، سمحوا لينا. دونك نتمنى انها تكون عجبتكم، الى عجبتكم كومونتيو ولايكيو لا فيديو، ونتلاقاو الفيديو الجايه. تهلاو فراسكم.